نروح على محطة طريق يستد. درعا محطة طريق السد 8/7/2012 قصف عنيف على أحياء مدينة درعا طريق السد. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رجال، واحد يجيب الراس توكل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا محطة طريق السد 8/7/2012 آثار قصف على أحياء طريق السد. حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا المحطة طريق السد 8/7/2012 قصف عنيف بالهون واشتباكات عنيفة تدور الآن في حي طريق السد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. القناص التهدف أي شيء.